بجد لو تعرفوا فوائد الموز كتيرة جدا جدا، فوائد الموز للبشرة، فوائد الموز للتخسيس، فوائد الموز لحاجات كتير جدا في الجسم، هقولها لكم النهاردة واحدة واحدة. للتخسيس ازاي هنستخدم قشر الموز للتخسيس هنشوف دلوقتي مع بعض. لو استخدمناه للتخسيس هيبقى معايا قشور الموز كده اهو. هبدأ اجيب كنكة واحط فيها كوباية مية، هجيب قشور الموز بعد ما قشرته هخرطه قطع كده صغيرة. طبعا بنغسل الموزة، بنغسل قشرتها كويس جدا جدا جدا، لازم تغسلي الموز كويس قوي. تمام، بعد ما حطينا قشر الموز كده في المية زي ما انتوا شايفين، هبدأ اضيف معايا هنا نص معلقة صغيرة من القرفة، وممكن قشور الرمان. هنضيف نص معلقة من القرفة، وممكن نستبدل القرفة بقشور الرمان. وهبدأ أولع عليها على النار تغلي غلوة واحدة بس، وبعد كده هشربها كل يوم على الريق، مفيدة جدا جدا للتخسيس. ده بالنسبة لوصفة التخسيس. أول حاجة أنا هحتاج معايا قشرة الموز، وهنعمل بيها حاجة حلوة جدا، هنعمل بيها سكراب للبشرة. هبدأ أخد قشرة الموز كده زي ما انتم شايفين، وهبدأ أقسمها كده عشان أعرف أتحكم فيها. شايفين معايا كده قشرة الموز، معانا هنا برضو معايا السكر الخشن عشان انا هعمل بيها سكراب للبشرة. هبدأ اضيف كده السكر على قشور الموز اهو بالشكل ده، وده هيبقى سكراب للبشرة. هبدأ اخد كده، عايزة اقول لكم ان الطبقة اللي جوه دي مفيدة جدا 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 للبشرة، وبتفيد الجسم جدا جدا. ابدأ اعمل سكراب بقى للبشرة كده بالشكل ده، نعمل تقشير لبشرتنا. تفضلي تدعكي كده لحد ما تدوبي السكر، ولحد ما الموزة تبدأ تدبل معاكي. بصوا اهو، تاخدي من السكر تاني وتبدأي تدعكي. ده بيبقى سكراب حلو جدا جدا للبشرة، للعنق، للأقدام، اهو بالشكل ده. تمام، السكراب ده ينفع لبشرتك ولإيدك وكمان لرجلك. ده بالنسبة لأول نوع من الفايدة للموز. تمام حبايب قلبي، ما تنسونيش في اللايك وفي الشير وكومنت حلو منكم كده، وإن شاء الله استنوني فيديوهات تانية كتير جديدة، وهتقفلي الفيديو إلا لما تحطي لايك. يلا باي باي.